أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من يو تي في، وأبدأها بالعناوين. العراق يدخل نادي المصدرين للوقود الأزرق، شحنة بروبان تعبر الخليج، وحاجة الغاز الجاف تجعل البلاد بين العشرة الأوائل في الإنفاق على الكهرباء. يو تي في تتابع قصة القبض على قتلة الدكتور الحويزي من موقع الحادثة في النجف. ثلاثة متورطين بالجريمة بينهم امرأة، وكشف الدلالة يثبت اعترافاتهم. الدفاع المدني في ديالا يحصي أضرار القرى المنكوبة بالسيول، السكان يرفعون ركام المنازل المدمرة وخزين حمرين إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات. الجماهير تستقبل ليوث الرافدين بمعزوفة العرسان، والحكومة تكرم الكتيبة المتأهلة إلى أولمبياد باريس، دعم إلى أبعد مدى وأمال بالتنافس على الميداليات. التفاصيل بعد قليل. بدأت شركة غاز البصرة تصدير البروبان إلى الأسواق العالمية ضمن خطط تعظيم الإنتاج الوطني وتحقيق الإيرادات المالية، في وقت ما زال فيه العراق يعاني من نقص في إمدادات الغاز الجاف لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. تعلم اللغات مهارة تفتح آفاقا جديدة، فأصحابها تتاح لهم فرص عمل حتى في منازلهم. معلمة اللغة الإنجليزية جوان صباح بدأت مسيرتها في معهد بعدد بسيط من الطلاب عبر الأنترنت، إلا أن الإقبال الكبير من الراغبين بالتعلم وتطوير الذات واكتساب المهارات جعلت المحاضرات حضورية في قاعة المعهد. بدينا نحصل أنه نشوف أكو نتيجة، وكل شخص دي يطلع دي يشوف أنه أكو نتيجة ممتازة من ناحية الامبروفمنت. سو الشخص لما يبدي ممكن يحكي، بس لكن هو ما عنده الجرعة أنه يتكلم بطريقة like a native speaker. سو step by step يبدي يحكي ويكون شجاع أنه يقدر like خلاص أنه يقدر يحكي perfectly. فبدينا باللغة الإنجليزية، ليش؟ لأن اللغة الإنجليزية تعتبر مفتاح للعمل حاليا. ربما لم يكون جاهزا إلى الآن تقرير إنتاج شركة البصرة، وبهذا الخصوص قال مختصون في البيئة والطاقة إن جميع خطط الحكومات تتحدث عن إنهاء حرق الغاز، لكن المتحقق على أرض الواقع محدود. والله الخطط يعني اللي موضوعة واللي تنادي بها الحكومة يعني احنا نفرح لها، ولكن هنالك خطط واخبار جتنا من الحكومات السابقة والقبلها والقبلها كلها تقول راح نقضي على شيء اسمه حرق الغاز، والا الان مجرد كلام والمتحقق في الشيء قليل، لانه احنا مصدومين. انا بالنسبة لي 2011 انحال العقد مال استثمار غاز الى شل لاستثمار 2000 مقمق، لحد الان هم فقط 1000 مقمق. هذه نحتاج اكثر من غيرنا، 95% إلى 90% من نفط العراق هو من محافظة البصرة. نحتاج إلى خطط حقيقية مدروسة بشكل صحيح وتفعيلها وتنفيذها بشكل صحيح حتى تقل الانبعاثات وتقل تأثيرها على المواطن البصري بشكل خاص. ومباشرة من سلطنة عمان وعبر تطبيق زوم معنا الآن المختص في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور أحمد صدام. دكتور أهلا بك. ما أهمية تصدير العراق نحو 11,000 طن من غاز البروبان في أول شحنة له عبر الخليج العربي؟ شكرا جزيلا وتحياتي لحضرتك. طبعا هي من الناحية العملية ممكن أن تعطي تفاؤل نحو تطور نسبي في صناعة الغاز، ولو أن الكمية هي كمية محدودة، ولكن نعمل كاقتصاديين أن يتم رفع مستوى الإنتاج في المستقبل. هذه ممكن أن تكون نواة أساسية لتحسين مستوى العلاقات التجارية مثلا في إطار تصدير الغاز، ربما أيضا تكون حافز أساسي لشركات استثمارية نحو الاستثمار في الغاز، تأتي ضمن إطار ممكن أن نقول عنها تدخل ضمن إطار التسويق للمنتجات الغازية العراقية، وفي مقدمتها البروبان كمنتج كغاز سائل مهم يدخل في نواحي عدة واستخدامات عديدة، مثلا في مجال الطبخ، في مجال الاستخدامات
كوقود لبعض أنواع السيارات والعجلات المختلفة الأخرى، وبالتالي هو ممكن أن يكون حافز أساسي كما ذكرت للاستثمار مستقبلا. ما أنواع الغاز المطلوبة دائما محليا عالميا؟ هذا النوع من الغاز البروبان يعني هو يندرج ضمن إطار الغاز السائل أو الغاز النفطي المسال لنقل، وهو يختلف كثيرا عن الغاز المستخدم مثلا في محطات الطاقة الكهربائية. ربما المشاهد يتساءل لماذا نحن نصدر وفي نفس الوقت نستورد. الأمر هنا مختلف تماما، يعني الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية هو الغاز الطبيعي الجاف، ويحتوي كمركب رئيسي يشكل نسبة الميثان النسبة الأكبر منه. أما غاز البروبان فهو غاز مسال أو غاز نفطي مسال، يختلف تماما ولا يستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولهذا العراق يصدر الفاض من هذا الغاز، وفي نفس الوقت تراه يستورد الغاز الطبيعي الجاف المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية العراقية، والتي تعتمد بنسبة 70% على الغاز المستورد من إيران تحديدا. دكتور أحمد، يعني كيف يمكن لبلد مثل العراق أن يقوم بتطوير القطاع الغازي والاعتماد عليه في الإنتاج وربط اقتصاده بهذه الثروة؟ كيف يمكن أن يقوم بتطوير ذلك؟ يعني الآن نتفائل خيرا بالجولات الأخيرة، الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة. في هاتين الجولتين هناك 30 مشروع نفطي وغازي، 11 منها يعني رقعة غازية ممكن أن تستثمر على مراحل في المستقبل. وبالتالي هناك خطة أيضا من وزارة النفط حددت الحاجة بحدود 1600 مليون قدم مكعب. طبعا 1600 مليون قدم مكعب نفسها تعادل 45 ألف مليون متر مكعب المستوردة من إيران كنسبة وتناسب. وبالتالي حاجة العراق 1600 مليون قدم مكعب، حاليا العراق إنتاجه لا يتجاوز 600 مليون قدم مكعب، وبالتالي يعني هناك يعني استغلال فقط لثلث الغاز العراقي. إنتاج العراق اليومي 8 مليون قدم مكعب، وبالتالي يحرق تقريبا نصف هذا المنتج ويستورد تقريبا نفس الكمية يعوضها من إيران. هناك خطط للتخلص من هذا الحرق وأيضا لحماية البيئة، يعني اليوم حتى نسب التلوث هي معظمها من الغاز المصاحب وليس من العمليات النفطية. 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كربون داي أكسيد إيميشن هي من شعلات أو الفليرينج إيميشن حرق الغاز. هذا أيضا ممكن أن يخلص وممكن أن يلزم العراق على اعتبار العراق من الدول الموقعة على حماية البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى استثمار الغاز وتخليص العراق من مدفوعات تقدر سنويا بأربعة إلى ستة مليار دولار تدفع إلى إيران كاستيرادات. إذا ما استثمر العراق غاز بشكل تدريجي وإذا ما سارت هذه الخطط ممكن أن يتخلص تدريجيا من استيراد الغاز، ولكن حتى نكون منطقيين العراق لا يمكن أن يستغني عن استيراد الغاز حتى عام 2030، بمعنى أنه لا يوجد اكتفاء ذاتي حتى عام 2030، ولكن ممكن أن يكون هناك تقليص تدريجي. يعني إذا ما افترضنا أنه مثلا شركة توتال الفرنسية استثمرت في غاز العراق، ممكن أن يصل بحدود عام 2027 نسبة المستثمر من الغاز العراق بحدود 65%. هذه نسبة مقبولة نأمل أن تحقق على أرض الواقع. من كلامك هذا يعني أنك لا تشاطر بعض الخبراء تفاؤلهم بإنشاء خطة وطنية للاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الغاز بحلول العام القادم، حلول عام 25، ما تشاركهم هذا التفاؤل أو لا؟ إطلاقا لا، يعني لا يمكن التخلص من الاستيراد في أقل من 5 سنوات مقبلة. يعني المشكلة وهنا المسألة تحتاج إلى وقت، وحتى الشركات اليوم التي تفاءلت وحتى الخطة الحكومية وخطوات السيد السوداني خطوات جيدة جدا، ولكن قدوم الشركات وبدء الاستثمار هذا لا يمكن أن يتحقق
في غضون سنوات قليلة، يحتاج إلى مراحل، وبالتالي المسألة لا يمكن أن تتحقق بهذه السرعة. نعم نتفائل في هذه الخطط، ولكن يفترض هذه الخطط أن تتحول إلى استراتيجيات وطنية لا ترتبط فقط بعمر حكومة واحدة. حتى نكون منطقيين، العوامل الاقتصادية يعني يفترض أن يعني تسير بشكل كخطط اقتصادية على مدى الحكومات المقبلة، حتى تكون هناك سلسلة من التنفيذ لهذه المشاريع. إذا ما تحلت الحكومات القادمة بهذه السياسة واستكملت ما بدأت به حكومة السيد السوداني، ممكن أن نتأمل خيرا، وممكن أن يتخلص العراق من حرق الغاز واستيراد الغاز من إيران بحلول عام 2030. دكتور، دعنا نتحدث الآن عن خطط استثمار الغاز المصاحب والتخلص من آثاره وتبعات حرقه صحيا بيئيا. أين وصلت هذه الخطط؟ هذه الخطط أكيد تتطلب تحويل المذكرات التفاهم والعقود إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع، لأن المشكلة اليوم يعني كما ذكرت حضرتك 70% من محطات الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز، وفي نفس الوقت هناك تزايد كبير في مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على مدى 10 سنوات الماضية ارتفع مستوى الانبعاثات من 50 مليون متر مكعب إلى 150 مليون متر مكعب، بمعنى هناك زيادة 300%، وهذا سبب يعني أمراض تنفسية وسرطانية خصوصا في محافظات الجنوب، ودوائر الصحة تشير إلى ذلك بشكل كبير. وبالتالي يفترض من السياسة الاقتصادية أن تأخذ كل هذه التبعات على أرض الواقع. أيضا حتى يعني استثمار الغاز، يعني العراق كما يعلم الجميع هناك ما يقارب 130 يعني مليار أو مليار قدم مكعب أو مليار متر مكعب من الاحتياطي الغازي الكبير. استثمار هذا الغاز ممكن أن يحقق عوائد اقتصادية تتمثل حتى مثلا في تعزيز الشركات في البورصات العالمية وتداول الغاز في المستقبل. هذا ممكن أن يسهم بشكل كبير في مستوى التنويع الاقتصادي، إذا ما افترضنا اتخذ العراق خطوات جدية بعد سداد الحاجة المحلية، يعني بنظرة متفائلة. هذا ممكن يعني يفترض أن يتحقق ذلك. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أيضا حتى استهلاك الطاقة الكهربائية المتزايد، يعني هناك حاجة إلى زيادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية. بعد اكتمال الحاجة وعدم وجود قطع للكهرباء، نحتاج إلى زيادة 1500 ميجا واط سنويا، وهذا يترجم إلى زيادة في استثمار الغاز ربما أكبر من الحاجة الحالية المحددة بحدود 1600 مليون قدم مكعب التي حددتها وزارة النفط، وقدرت أن المراحل التي تتطلبها هذه الكمية خلال 5 سنوات وبشكل تدريجي. عبر تطبيق زوم المختص في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور أحمد صدام، كنت معنا مباشرة من سلطنة عمان، شكرا لهذه الإيضاحات. سادتي، وبالعودة إلى شركة غاز البصرة التي بدأت بتصدير البروبان للأسواق العالمية ضمن خطط تعظيم الإنتاج الوطني وتحقيق الإيرادات المالية، هذا التقرير هو لسعد قصي. بين كبار منتجي الوقود الأزرق، يحجز العراق مقعدا له بعد تصديره أول شحنة من غاز البروبان عبر مياه الخليج بحمولة بلغت 10,700 طن. وهذا النوع من الغاز يستخدم للطهي والتدفئة ووقودا للمركبات. ونجحت شركة غاز البصرة بتحويل العراق من بلد مستورد لهذا المنتج الحيوي إلى مصدر له، ونتيجة لذلك فإن خبراء الطاقة يتوقعون تحقيق مكاسب اقتصادية. أسعار الغاز هي أكثر استقرار من أسعار النفط، وبالتالي أنه تصدير الغاز بدلا من حرقه، هذا كثير من الأمور الإيجابية اللي تنعكس على الاقتصاد العراقي، رفض الاقتصاد العراقي بالعملة الصعبة، تحسين الميزان التجاري مع العالم الخارجي، وأيضا رفض الموازنة العامة للدولة. وتشير دراسات إلى أن العراق يتمتع بكميات وفيرة من الغاز السائل، بينما يعاني شحا في الغاز الجاف، ما يضطره إلى استيراده من إيران لتلبية احتياجات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية،
وتجلى هذا مؤخرا بتوقيع وزارة الكهرباء عقدا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات لتوريد كميات تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا. هنالك نوعان من الغاز، الغاز السائل والغاز الجاف. حقيقة هنالك كميات كبيرة من الغاز السائل لدى العراق، حقيقة يتمتع بهذا المورد، بينما الغاز الجاف هنالك كميات قليلة حقيقة، ولذلك احنا نضطر وتضطر الحكومة الى استيراد الغاز الجاف حقيقة، هنالك نقص في الكميات. ليس هذا السبب الوحيد، فثمة تحديات أخرى جعلت العراق لا يزال يحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام، أهمها أن إنتاج الغاز الجاف أكثر تعقيدا من إنتاج السائل. ورغم ذلك فإن الحكومة حددت أواخر عام 2025 هدفا لاستثمار كل الغاز. عمليات إنتاج البروبان هي تعد أقل تعقيدا من أنواع الغاز الأخرى التي يحتاجها العراق وما زال إلى الآن يقوم باستيرادها، وإن شاء الله هناك خطة تقريبا نهاية 2025 يكون العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الغاز وينهي عمليات حرق الغاز. وبحسب الأرقام الرسمية فإن إنتاج العراق من الغاز الجاف يشغل حاليا 60% من محطات الكهرباء والمتبقية مستيراده، ما يجعل البلاد ضمن لائحة أكثر 10 بلدان في العالم إنفاقا على دعم الطاقة بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار سنويا. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إن الجباية ستتحول إلى الدفع الإلكتروني بشكل شبه تام منتصف العام الحالي. وفي تصريح صحفي ذكر صالح أن مفاصل كبيرة من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص أخذت تتعامل بتسارع في تسوية مدفوعاتها من خلال تغذية الحسابات بالتحويل الميسر، مضيفا أن التعامل النقدي سيشهد انغلاقا تدريجيا لمصلحة الشمول المالي الرقمي ابتداء من مطلع العام المقبل. صالح توقع أن تغطي الحسابات المصرفية جيل البالغين خلال الأشهر المقبلة لارتباط بطاقات الدفع الإلكترونية بالحسابات. قالت وزارة الموارد المائية إنها استثمرت الأمطار الأخيرة لتعزيز الخزين في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين والعظيم. وذكرت الوزارة في بيان إنها حولت كمية من المياه في نهر الزاب وبحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية، وأشارت إلى أن السيول القادمة من المنطقة الشرقية تمت الاستفادة منها بزيادة الواردات المائية إلى الأهوار وغمرها، مؤكدة أن سد دربندخان امتلأ بالكامل وتم تصريف الفائض منه إلى حمرين. في هذا الوقت أحصى الدفاع المدني في ديالى أضرار القرى المنكوبة بالسيول، فيما واصل سكانها رفع ركام الممتلكات المدمرة. في المقابل فإن خزين المحافظة المائي انتعش بمعدل غير مسبوق منذ سنوات. التفاصيل مع علي العنبقي. ما يزال سكان قريتي كشكول والسلام في قرى تبه شمال شرقي ديالى يرفعون ركام منازلهم المتضررة جراء السيول التي اجتاحت البلدة وتسببت بدمار البيوت وهلاك المواشي، فيما تستنفر فرق الدفاع المدني تحسبا لموجات سيول أخرى. أكثر من 90 دار ونفوق 104 من المواشي والحاق ضرر ب3 عجلات مدنية ومدرسة ميسان الابتدائية الموجودة في القرية، وكذلك الحاق ضرر بالعشرات من الدونمات من مساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير. إلى جانب الأضرار، أسهمت السيول وغزارة الأمطار في ديالى هذا الشتاء بتعزيز الخزين المائي في المحافظة وتأمين سقي المزروعات في الصيف. تجاوز خزين بحيرة حمرين حاجز 50% من طاقتها الاستيعابية، وهو ما لم تسجله البحيرة منذ 3 سنوات.
التصاريف اللي أطلقت من سد دربند خان، مثل ما تعلمون أنه وصل إلى المناسيب التصميمية لسد دربند خان، كل هذه الإطلاقات المائية من سد دربند خان ومياه السيول والأمطار الهاطلة في شمال بحيرة حمرين تم تسليكها باتجاه بحيرة حمرين وخزنها والاستفادة منها وعدم الهدر لأي متر مكعب من هذه المياه. نقدر نقول أنه اليوم إحنا خزيننا جيد جدا، تجاوزنا 50% من بحيرة حمرين. تبلغ الطاقة الاستيعابية لبحيرة حمرين قرابة 3 مليارات متر مكعب من المياه، فيما يبلغ خزينها الحالي قرابة 1,500,000,000 متر مكعب وفقا للأرقام المعلنة. وتعتزم وزارة الموارد المائية إنشاء سدود لحصاد المياه في المناطق الحدودية مع إيران خلال السنوات المقبلة لخزن السيول واستثمارها في مواجهة الجفاف والتغير المناخي. علي العنبقي UTV ديالا. وبعد قليل سنتحدث عن المشاريع الخدمية في بابل ونينوى. سوء الخدمات العامة عنوان كبير لفشل مزمن في العراق، فبابل ثالث أسوأ المحافظات بتنفيذ المشاريع، لا تجد استجابة لمعظم خططها الجديدة من جانب وزارة التخطيط. أما نينوى الخارجة من سنوات الدمار فشوارعها المنجزة مؤخرا تعاني أيضا من تخسفات وتكسرات. لسنوات تتعثر المشاريع في بابل، فهي ثالث أسوأ محافظة بالخدمات بعد الديوانية والمثنى، فتسع مشاريعها الجديدة حظي بموافقة بغداد فقط بعد تلكؤ 400 خطة. هذه بناية مجلس محافظة بابل، توقف العمل بها قبل 8 سنوات. هي أفضل حالا من بناية المحافظة، إذ إنها على هذه الحال منذ 12 عاما، فهما كهذا الجسر إذ احتاج إلى 10 سنوات لإنجازه. أما شارع 60 فلا تزال نسب الإنجاز فيه متدنية. بابل هي ثالث أسوأ محافظة من الناحية الخدمية بعد الديوانية والمثنى بحسب تقارير حكومية. فخطة المشاريع لعام 2023 تضمنت 162 مشروعا، لم تصادق وزارة التخطيط إلا على 18 منها فقط. وعزت الحكومة المحلية في بابل الأسباب إلى نقص متطلبات المشاريع وتدخلات وزارة التخطيط. التقييم الحكومي للمحافظات العراقية، وكان تقييم بابل ثالث محافظة بعد سماء والديوانية ومن ثم بابل سوء الخدمات. حقيقة المشاريع التي تم رفعها إلى وزارة التخطيط هي 162 مشروع، المصادق عليها لحد هذه اللحظة فقط 18 مشروع. أحيانا هناك عدم استكمال المتطلبات الخاصة بالمشاريع، هاي من جنب، وجنب الآخر هناك تدخل في وزارة التخطيط في عدم المصادقة على المشاريع، وقد تكون انتقائية حقيقة. 3 سنوات تضاف إلى معاناة المواطنين خدميا بحسب الحكومة المحلية، إذ أشارت إلى وجود 400 مشروع متلكئ تم حل مشاكل أغلبها واستؤنف العمل بها، مؤكدة أن ضعف التعامل مع الكشوفات المالية للمشاريع يؤخر إحالتها أو المصادقة عليها. تم تحديد 407 مشروع متلكئ بالمحافظة طيلة هاي الفترة السابقة، وتم التعامل وياها من خلال توقيع محضر مشترك ويا وزارة التخطيط وصودق من قبل الوزير، وتم عمل اللجنة على استئناف هاي المشاريع، وبالفعل الله وفقنا الحمد لله والشكر، تم استئناف أغلب هاي المشاريع. أخذنا يعني على عاتقنا تنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني 23-25. احنا عندنا ضعف في عملية أو منظومة إعداد الكشوفات، يعني خلال 2 إلى 3 راح شاهد أكو تغيير بصراحة في واقع محافظة بابل وخصوصا مدينة الحلة. الكثير من المشاريع في بابل لم تنجز ضمن مدتها المحددة، والأسباب كثيرة، أبرزها الإحالة إلى شركات غير رصينة أو تعارضات تعيق عمل هذه الشركات، والنتيجة بابل باتت تلقب بمدينة التراب. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، UTV.
وفي الموصل 11 شارعا بين الرئيسي وفرعي لم يمضي على تبليطهما عدة أعوام، مع ذلك تشهد تكسرات وتشققات تعرقل حركة السير، فيما أرجعت البلدية أسباب المشكلة إلى تهالك شبكة المياه والمجاري. والتفاصيل مع قاسم زيدي. 24 ألف متر من طرق الموصل المعبدة حديثا من الشركات المنفذة هي دون المواصفات المطلوبة، مشكلة أشرتها بلدية الموصل بعد أن تسببت في هدر للأموال وأعاقت حركة الطرق. في عام 2019 أطلقت السلطات المحلية في نينوى حملة كبيرة لتعبيد الطرق في الموصل بعنوان ثورة الإعمار، قطفت ثمارها المدينة بتخسفات للشوارع. ففي غضون شهرين شهدت شوارع المدينة تخسف 11 شارعا رئيسيا وفرعيا. يعني ماكو هيك شيء، يعني بواري ما صار لك كم شهر والطق ويصير تخسفات بالشوارع. يعني نطالب من المحافظة بأنه يتابعون هذا الشيء أو رقابة تصير على هذا الشيء، لأن الشغلات يعني ما بس اليوم كثير مكانات عاد تتخسف الشوارع بيها. بلدية الموصل من جانبها أكدت أن سبب التخسفات يرجع إلى تهالك شبكة المياه والمجاري في المدينة القديمة تحديدا، إذ شهدت تخسف أكثر من 10 شوارع في الشهر المنصرم. طبعا هذه التخسفات ناتجة عن أسباب فقط، يعني المشكلة ليس في أعمال التبليط أو أعمال هنالك خلل في إما في منهول المجاري أو في أنبوب الماء كما حصل في قرب منطقة محطة تعبئة وقود الفيصلية والفيصلية أو الدرقزية تسمى المنطقة، وأما البقية كانت نضوح من شبكات أنابيب مع رئيسية أو تسريب من منهولات وخطوط المجاري وتم معالجتها جميعها. وفضلا عن تهالك شبكة أنابيب المياه والمجاري، شهدت المدينة تجاوزات على الشوارع بوضع مطبات صناعية قرب المنازل والمحال التجارية، فضلا عن حفر شوارع من قبل مواطنين للتجاوز على شبكة المياه والكهرباء، عوامل أخرى تسببت بتهالك شوارع المدينة المنجزة مؤخرا. قاسم زيدي، UTV، الموصل. سادتي، UTV تابعت قضية القبض على قتلة الدكتور فيصل الحويزي في النجف عبر جريمة هزت الرأي العام. مراسلنا حسام الكعبي رافق المحققين في كشف الدلالة من موقع الحادثة، فلنتابع. في غضون 13 ساعة فقط الأجهزة الأمنية في النجف أعلنت إلقاءها القبض على جميع المتورطين بجريمة مقتل الدكتور فيصل الحويزي. الجريمة شغلت الرأي العام العراقي عموما والنجفي خصوصا، وتضاربت المعلومات والأخبار حول دوافعها. الثلاثة المتورطين في جريمة قتل الحويزي من بينهم امرأة هي طليقة ابن المقتول، اعترفوا خلال كشف الدلالة بتفاصيل فعلتهم وبحضور قاضي التحقيق والمحافظ والقيادات الأمنية. كاميرا UTV رافقت إجراءات التحقيق في موقع الحادثة ووثقت الاعترافات. مدينة النجف آمنة وهي من أفضل حالات الأمنية، وهنالك متابعات مستمرة لهذا الموضوع. أبلغ أهلي في محافظة النجف الأشرف أنه أي شخص تسول له نفسه أن يخل بأمن النجف وأمن أبناء النجف سوف يكون مصيره مصير قتلة الدكتور الحويزي. تجري الأجهزة الأمنية الآن في حي الغري وسط النجف كشف الدلالة لجريمة قتل الدكتور فيصل الحويزي قبل يومين. الجريمة التي وقعت في النهار تطلبت جهودا أمنية وفنية كبيرة من القادة الأمنيين والمسؤولين في المحافظة، ما أدى إلى القبض على جميع المتورطين سريعا، إذ كان القاتل محكوما عليه عامين بقضية مخدرات وسرقة أيضا، واستأجرته طليقة ابن الدكتور الحويزي مع سائق التاكسي كما يقول قائد شرطة المحافظة. طبعا هذا السارق هو من أرباب السواق،
سوابق محكوم سنتين، خرج من السجن صار لفترة أقل يعني تقريبا شهرين على جريمة سرقة أيضا ومخدرات. يعني هو بالنسبة له قاتل أقول سارق مأجور، يعني أكو المحرض موجود وأكو امرأة وياه، صار تحريض على السرقة، دافع السرقة خلال 13 ساعة بعد العمل المتواصل ومن خلال الجهد الفني لخلية الصقور بالاشتراك مع مكافحة إجرام النجف وتعقب الكاميرات، تم الوصول إلى الجنات ومن الخطاط ومن القام بفعل القتيل، وأصدرنا أوامر قضائية وتم إلقاء القبض على العجلات وعلى الأشخاص اللي نفذوا. جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن كشف ملابسات الجريمة والمتورطين فيها بوقت قياسي، ولاقت ترحيبا من المواطنين واستعادت الطمأنينة في نفوس النجفيين مع مطالبتهم بتكثيف الجهد الأمني والاستخباري والتدقيق على المطلوبين للقضاء ومراقبة تحركات أرباب السوابق. من النجف حسام الكعبي، UTV. نظمت تجار سوق الرصافي وسط بغداد وقفة احتجاجية رفضا لقرار أمانة بغداد بشأن استثمار السوق. وقال التجار إنهم استوفوا جميع الشروط اللازمة ولديهم أولوية في البقاء داخل السوق بشكل إيجاري أو استثماري، وطالبوا رئيس الوزراء بإيقاف استثمار العمارة نظرا إلى استفادة 3000 شخص من التجار والموظفين منها، لافتين إلى أن المبالغ المدفوعة إلى أمانة بغداد مجزية على الرغم من عدم توفيرها أي خدمات لهم. موضوع الخدمات بالنسبة أمانة صفر خدمات، عندنا خلينا موظف واحد فقط، موظف واحد فقط خلينا على المصاعد، والباقي الأمور اللوجستية والأمور الخدمية والأمور الفنية كليتها على حساب التاجر العراقي. أنت مو تجي على عمارة قاعد تدي وارد ذهب للحكومة العراقية وكلها مستفادة، عوائل الشهداء مستفادين، احنا مستفادين، عوائلنا مستفادين، هاي الحماميل جل احترام للحماميل مستفادة، الشايكة مستفادة، والمطعم مستفاد، تجي انت تشطبها كلها، هذا كلام مرفوض. المبالغ اللي ندفعها احنا كمستأجرين من أمانة بغداد مبالغ جدا عالية ومجزية، وندفع كل المستحقات اللي علينا من ضرائب إلى رسوم تنظيف إلى رسوم رفع نفايات إلى إيجارات، كل المبالغ احنا ندفعها بالكامل، بس بالنتيجة الخدمات اللي متوفرة إن نظير هذني المبالغ غير مجزية غير كافية. ورغم ذلك اليوم سمعنا أنه أمانة بغداد طارح الموضوع للاستثمار. بالتزامن مع وقفات نظمها عدد من الجامعات حول العالم لمؤازرة أهالي غزة، نظم آلاف الطلبة من جامعتي نينوى والموصل وقفة احتجاجية تندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي. آلاف الطلبة من جامعتي نينوى والموصل تجمعوا حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات وشعارات تندد بمجازر الاحتلال بحق الأبرياء في غزة، في وقفة تضامنية من جميع مكونات نينوى وبكل أطيافها. التقف اليوم جامعة نينوى متمثلة بمجلس الجامعة بالأساتذة الموظفين الطلبة وقف التضامن مع أهلنا في غزة وفي فلسطين، مستنكرين ما يتعرضون له من قتل ودمار وتجويع ممنهج غير مبرر من قبل العدو الصهيوني الغاشم، وندعو أيضا المجتمع الدولي، الدول العربية، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف هذا العدوان وإيقاف هذا الإجرام. وتأتي وقفة طلبة الجامعات في نينوى بالتزامن مع وقفات نظمتها عدد من الجامعات العراقية والعربية وحتى الأجنبية لمؤازرة الفلسطينيين المحاصرين منذ نحو 7 شهور، للفت انتباه العالم حول ما يجري من كوارث بحق الأبرياء. وقفة تضامنية ضد ما يفعله الكيان الصهيوني المحتل، وكذلك ضد الصمت الذي يحصل في المجتمع الدولي بصورة عامة وكذلك المجتمعات العربية بصورة خاصة. نحن نطالب من هذا المكان أن يتم العمل على إيقاف هذه الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
ويشهد حراك الجامعات للتضامن مع غزة اتساعا كبيرا وصل في بعض الدول إلى اعتصامات وإضراب مستمر منذ عدة أيام، فيما يؤكد طلبة نينوى والاستمرار بوقفاتهم واحتجاجاتهم للمناداة بحرية الفلسطينيين وإيقاف آلة القتل الإسرائيلية التي لم يسلم منها بشر ولا حجر. هذه الوقفة هي مساندة لإخوتنا في غزة لمصابهم. نقول لكل الجامعات في العالم، ليس وحدكم أنتم من وقفتم، بل نحن اليوم وقفنا داخل جامعة الموصل، وهناك وقفات أخرى في الأيام القادمة. وتستمر مئات الجامعات على مستوى العالم بتظاهراتها واعتصاماتها ووقفاتها فيما بات يسمى طوفان الجامعات، الحراك الطلابي الذي يمكن أن يحقق إنجازا وانتصارا للقضية الفلسطينية عجزت عن تحقيقه السياسات والمحادثات والمؤتمرات منذ بدء الأزمة في غزة مطلع تشرين الأول من العام الماضي. من الموصل، محمد سالم، UTV. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بمنح بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم قطع أراض سكنية وعشرة ملايين دينار ومكافأة شهرية مستمرة وفقا لقانون منح الرياضيين والرواد. وخلال استقبال البعثة لتكريمها إلى جانب الرباع البطل علي عمار يسر بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، قال السوداني إن تحقيق الفوز والتأهل للمرة السادسة منجز كبير يؤكد أن الكرة العراقية عادت وبقوة، مضيفا أن الحكومة مستعدة للمضي إلى أبعد مدى من الدعم متطلعة إلى الحضور الفاعل في باريس للتنافس على الميداليات مع وجود لاعبين في مختلف الرياضات يمثلون مشاريع واعدة للبروز كلاعبين كبار على مستوى الشرق الأوسط وآسيا. أؤكد دعم إخوانكم أخواتكم في مجلس الوزراء، وأيضا أتحدث نيابة عن اللجنة النيابية والأخوة السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، دعم مطلق لكل الرياضة العراقية وخصوصا منتخباتنا ومنتخبنا الأولمبي في استحقاق القادم إن شاء الله في باريس. استنادا للقانون مكافأة المنتخب سوف تكون قطعة أرض سكنية ومنحة شهرية ثابتة 400,000، وأيضا من مجلس الوزراء مكافأة مالية 10 مليون دينار لكل أعضاء الفريق. هذا شيء بسيط، احنا قلنا عليكم البطولات والإنجازات وعلينا الدعم، وصدقوني نقدر بوجود هذا الشباب، عندنا لاعبين ما شاء الله مشاريع واعدة للاعبين كبار على مستوى المنتخب والمنطقة وآسيا. المنتخب الأولمبي وعند وصوله الليلة الماضية حظي باستقبال حار في مطار بغداد الدولي وسط أجواء احتفالية بما حققه من مكسب مهم للكرة العراقية. استقبال رسمي بمعزوفة الأعراس، شخصيات رسمية وجماهير تلاقى وفد المنتخب الأولمبي في مطار العاصمة فرحين بما حققه من انتصارات في بطولة آسيا تحت 23 عاما التي جرت في قطر، وحمل بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس. مبروك لكم هذا الانتصار، مبروك للعراق، مبروك، وإن شاء الله نحصل على ميدالية في باريس إن شاء الله. فرحة التأهل إلى المحفل العالمي بدت واضحة على وجوه اللاعبين بعدما أعطى التفاف الجماهير حول اليوث الرافدين حماسة أكبر لخوض المنافسة المقبلة. والله الحمد لله وشكرا وشي، مبروك للجمهور، مبروك الشعب العراقي، وإن شاء الله نكون رقم صعب وباريس إن شاء الله. ونشكر الناس اللي إجت ونشكر الجمهور العراقي، وإن شاء الله نوعدهم بأفضل، إن شاء الله أولمبياد باريس قد بعد أحسن من هذا الأداء. الاستعدادات على قدم وساق للتنافس على الميداليات، حيث شارك الأولمبي الكروي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، وهو يحمل شرف الممثل الوحيد لأكبر القارات. إن شاء الله نوعد جمهورنا، وإن شاء الله يا رب أنه الناس كلها تقف مع هذا الفريق وتدعمه في سبيل الظهور بمستوى جيد. وأمام كتيبة الشابة فرصة واحدة لترتيب الأوراق خلال الشهرين من الآن وتعزيز الصفوف بأسماء من الخط الأول ومحترفين ربما يكون بينهم علي الحمادي.
صاحب المنجز التاريخي بوصفه أول لاعب عراقي يتأهل مع فريقه الإنجليزي إلى البريمير ليج، أهم الدوريات المستديرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.